بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، لأن الله عز وجل ذكر فيها عشرة حقوق، بدأها بالحق الأول فقال سبحانه: واعبدوا الله. ومعنى اعبدوا الله أي تذللوا له بالطاعة محبة وتعظيما، لأن العبادة هي التذلل للمعبود حبا وتعظيما. والعبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد، وتفسر بهذا المعنى بأنها التذلل لله تعالى حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. والمحبة والتعظيم هما ركنا العبادة. قال ابن القيم رحمه الله في الدنيا: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والمعنى الثاني من معاني العبادة المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات. ثم إن العبودية لله تعالى قد تكون عبودية عامة، وقد تكون عبودية خاصة، وقد تكون عبودية أخص. فالعبودية ثلاثة أنواع: النوع الأول عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأن جميع الخلق قد خضعوا لله وذلوا لله تعالى قدرا وكونا، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى يسجد له أي يخضع لأمره الكوني. والنوع الثاني من أنواع العبادة هي العبودية الخاصة، وهي عبودية الشرع، وهذه إنما تكون لمن آمن بالله تعالى واستسلم لحكمه وأمره. ومن ذلك قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والنوع الثالث من أنواع العبودية عبودية أخص، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يذكر الله تعالى
أو يصف الله تعالى الأنبياء في أعلى المقامات بوصف العبودية. ففي مقام الإسراء والمعراج قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهذه العبودية أخص أنواع العبودية. ثم قال عز وجل: ولا تشركوا به شيئا، لما أمر سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده نهى عن ضد ذلك، وهو الشرك بالله. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما يكون من خصائص الله عز وجل. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فأما الشرك الأكبر فهو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله، فكل هذا من الشرك الأكبر ومن الذنب الذي لا يغفر. والشرك الأكبر له خصائص أربع: أولاً أنه مخرج من الملة، وثانياً أن صاحبه مخلد في نار جهنم. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثاً من خصائص الشرك الأكبر أنه لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورابعاً من خصائص الشرك الأكبر أنه محبط للأعمال. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما النوع الثاني من أنواع الشرك فهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر له تعريفان: التعريف الأول أنه كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. وقيل في تعريفه: كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه شرك أصغر، كيسير الرياء والحلف بغير الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، سواء حلف بنبي أم بملك أم بصالح أم بحياته، بأن يقول: وحياتي وحياتك والنبي وفلان. كل هذا من الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا هو الحق الأول من الحقوق الواردة في هذه الآية، وهو حق الله تعالى، وهو أعظم الحقوق، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته وطاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليتذللوا لي بالطاعة حبا وتعظيما. فإن الله تعالى لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليستغني بهم من فقر، وإنما خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، فمن اتبعه دخل الجنة، ومن خالفه دخل النار.
ثانيا مما جاء في الآية وبالوالدين إحسانا، هذا أمر من الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، والوالدان هما الأم والأب وإن علوا. وإنما أمر الله تعالى بالإحسان إليهما لأنهما هما السبب في وجودك، فلهما عليك حق أن تحسن إليهما إحسانا بالقول وإحسانا بالفعل وإحسانا بالمال وإحسانا بالجاه. فالإحسان إلى الوالدين يكون بالقول، قال الله تعالى وقل لهما قولا كريما، ويكون بالفعل بأن تقوم بخدمتهما وما يحتاجان إليه، وتكون بالمال بأن تبذل من مالك ما يسد حاجتهما، سواء كان ذلك من نفقة واجبة أو من هدية أم من غير ذلك. ويكون أيضا بالجاه، فإذا من الله تعالى عليك بالجاه والمنزلة والمكانة فإن أحق من ينتفع بذلك هما والداك. هكذا يكون الإحسان إلى الوالدين لأن حقهما عظيم، ولهذا جعل الله تعالى حقهما بعد حقه سبحانه وتعالى. والإحسان إلى الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما، فمن فرط في شيء من حقوقهما في حال الحياة فإنه يستدرك ذلك بعد موتهما. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 أمور يبر الإنسان بها والديه بعد موتهما. الأول الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وثانيا الاستغفار لهما بأن يسأل الله تعالى لهما المغفرة، وثالثا إنفاذ عهدهما أي ما عهد به من وصية. فإذا فرض أن أباك قد أوصى بوصية أو أن أمك قد أوصت بوصية فإنك تنفذ هذه الوصية ولا يجوز منعها أو تأخيرها أو المماطلة فيها أو تبديلها. ولهذا قال الله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ثالثا صلة، رابعا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والرحم هم القرابة، فتصل قرابتك التي كان أبواك سببا فيها كأعمامك وأبناء عمك وأخوالك وأبناء أخوالك وغيرهم من القرابة. والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة، والقرابة الذين تجب صلتهم هم من يجتمعون بك في الجد الرابع، وهم أولادك وأولاد أبيك وأولاد جدك وأولاد جد أبيك، هؤلاء هم القرابة الذين تجب صلتهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز في سهم ذي القربى، لم يجاوز بني هاشم وهم يجتمعون به في الجد الرابع،
وصلة الأرحام مما جاءت النصوص الشرعية بالترغيب فيها والتحذير من قطيعتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. كلنا يحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يؤخر ويطال عمره. فما الطريق إلى ذلك؟ صلة الرحم. وحذر الله عز وجل من قطيعتها فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والإنسان يجب عليه أن يصل رحمه وأقاربه حتى لو قطعوك. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير. فالإنسان يجب أن يصل أرحامه حتى لو قطعوه أو أساءوا إليه. والإنسان بالنسبة لأرحامه لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يصل أقاربه مع الإحسان، والثاني أن يصلهم بلا إحسان، والثالث أن يقطعهم بلا إساءة، والرابع أن يقطعهم مع الإساءة. فأما الأول وهو أن يصل أرحامه مع الإحسان فهذا هو أكمل الحالات، أن يصلهم ويحسن إليهم بماله وجاهه وغير ذلك، والثاني أن يصلهم من غير إحسان، بمعنى أن يذهب إليهم وأن يسأل عن حالهم ولكنه لا يحسن إليهم، فهذا قد أتى بالواجب لكنه دون الأول، والثالث أن يقطع رحمه من غير إساءة، والرابع وهو شرها أن يقطع رحمه مع الإساءة إليهم فيسيء إليهم بقوله ويسيء إليهم بفعله. وهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، لأن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الخامس مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبر الإنسان به والديه بعد موتهما قال: وإكرام صديقهما. فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإكرامك لصديق أبيك من برك بأبيك، وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها وتحسن إليها، وإكرامك لها وإحسانك إليها من برك بأمك. واستمع لهذه القصة العجيبة في صحيح البخاري، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسير على حمار له في طريق مكة بين مكة والمدينة يتروح عليه، يعني يركبه تارة وينزل منه تارة، وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة، فبينما هو يسير في طريقه إذ رأى أعرابيا، فلما رأى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الأعرابي نزل من حماره، نزل عن حماره وخلع عمامته فألبسها هذا الأعرابي وأركبه هذا الحمار، فقال له بعض أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، لما صنعت هذا؟ أعطيته
حماراً كنت تتروح عليه، وعمامة كانت تقيك الشمس والحر. فماذا قال؟ قال: إن أبا هذا، الأعرابي، إن أبا هذا كان صديقاً لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا الرجل الأعرابي ليس صديقاً لعمر، وإنما أبوه صديق لعمر، ومع ذلك أكرمه رضي الله عنه. إذن من حصل منه تقصير وتفويت لشيء من البر لأبويه في حال حياتهما فليستدرك ذلك بعد موتهما. قال عز وجل: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، والقربى هم القرابة، والقرابة تقدم أنها هي الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. والقرابة الذين تجب صلتهم كما سبق هم من يجتمعون بك في الجد الرابع. وينبني على هذا، أعني على معنى القرابة، أن الإنسان لو أوقف وقفاً أو أوصى وصية بأن قال: هذا وقف على قرابتي، فمن الذي يدخل في ذلك؟ الذي يدخل فيه هم أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، لأن القرابة هم من يجتمعون بالإنسان في الجد الرابع. قال: وبذي القربى واليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، وإنما أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتيم لانكسار قلبه بفقد أبيه، ولأن النفوس ربما طمعت في هذا اليتيم وما عنده من المال، فلهذا أمر الله تعالى بالإحسان إليه، فقال: واليتامى، يعني وأحسنوا إلى اليتامى. وهذا شامل لجميع أنواع الإحسان، أن يحسن إلى اليتيم بالإنفاق عليه، أن يحسن إلى اليتيم بالإهداء إليه، أن يحسن إلى اليتيم بخدمته وما يحتاج إليه، أن يحسن إلى اليتيم بأن يحفظ ماله وأن لا يقربه إلا بالتي هي أحسن. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فولي اليتيم لا يجوز له أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالخصلة التي هي أحسن، وذلك لأنه مأمور بحفظ ماله وبالاتجار بماله، يعني يتجر بمال اليتيم إذا كان في الاتجار به مصلحة ومنفعة. والولي بالنسبة للاتجار بمال اليتيم لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يتصرف في مال اليتيم تصرفاً يرى فيه الربح، فله أن يقدم على ذلك، كما لو رأى أن تجاره في مال اليتيم بالعقار يكسبه فله أن يتجر به في العقار، أو رأى أن تجاره في مال اليتيم في السيارات بيعاً وشراءً فليتجر به. والحال الثانية أن تكون المعاملة التي يريد أن يفعلها الولي فيها ربح وأربح، كما لو كان أمامه تجارتان: تجارة تكسبه 10,000 وتجارة تكسبه 20,000، فإنه يجب أن يسلك الأربح، لأن الله تعالى يقول: إلا بالتي هي أحسن، فهنا حسن وأحسن. والحال الثالثة أن
تكون التجارة التي يتجر بها غالبها الخسران، يعني أن يعلم أنه سوف يخسر، فلا يجوز له أن يتجر بالمال في هذه الحال، لأنه يتلف مال هذا اليتيم. والحال الرابعة أن يتصرف تصرفا يشك في كونه مما يربح أو مما يخسر، يعني يشك هل يحصل ربح أو خسارة، فلا يجوز له أن يتصرف، لأن عدم تصرفه ضمان لبقاء المال، وتصرفه عرضة لأن يخسر هذا المال. فعنده تصرفان، إما أن يتصرف ويخسر، وإما أن يتصرف ويسلم. فالسلامة ألا يتصرف في هذا المال، لأن عدم تصرفه ضمان لبقائه، وتصرفه فيه عرضة لهلاكه وتلفه. هذا ما يتعلق باليتامى واليتامى والمساكين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. المساكين جمع مسكين من المسكنة وهي الذل. والمسكين أو المساكين إذا ذكر وحده دخل فيه الفقير، فإذا قيل مسكين دخل فيه الفقير، وإذا قيل فقير دخل فيه المسكين. أما إذا جمع بينهما فقيل فقير ومسكين، فلكل واحد منهما تفسير يخصه. فإذا جمع وقيل فقير ومسكين كما في آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئاً، لأن اشتقاقه من القفر وهو المكان الخالي. فالفقير هو الذي لا يملك شيئاً أو يملك دون نصف الكفاية. فإذا كانت مثلاً كفايته في كل شهر 1000 ريال ولا يملك سوى 200 أو 300 فهذا فقير. أما المسكين فهو أحسن حالاً من الفقير، ولهذا قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فلا يلزم من الذل العدم. والمسكين هو الذي لا يجد كفايته لكنه يجد فوق نصف الكفاية. فإذا كانت كفايته كل شهر 1000 ريال ويجد 600 ريال أو 700 ريال فهذا مسكين. إذن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي لا يجد كفايته وإنما يجد فوق نصفها. فأمر الله تعالى بالإحسان إلى المساكين، وذلك بأن يعطيهم ما يكفيهم ويسد حاجتهم وجوعتهم. ولهذا كان وصف المسكين كان سببا أو وصفا من كان سببا لاستحقاقه للزكاة، فإن من الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة المساكين، كما قال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فيعطى المسكين من الزكاة ما يكفيه ويكفي عائلته مدة سنة، وإنما يعطى مدة سنة لأن الزكاة تتجدد في كل سنة، فربما تغيرت حاله. فإذا قدر أننا أعطيناه في هذه السنة كفاية سنة، إذا جاء حول الزكاة إن أغناه الله لم نعطه، وإن كان على حاله أعطيناه كما أعطيناه في العام السابق. قال: والمساكين والجار ذي القربى. الجار ذي القربى، ذكر الله عز وجل في هذه الآية
نوعين من أنواع الجيران: الجار الذي له قرابة، والجار الذي ليس له قرابة. فقال: والجار ذي القربة، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. فالجار ذي القربة هو الجار الذي يكون قريبا لك، والجار الجنب هو الذي يكون بعيدا وليس بينك وبينه قرابة. قال أهل العلم رحمهم الله: والجيران أربعة أقسام: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. والثاني جار مسلم ليس قريبا فله حقان: حق الإسلام، وحق الجوار. والثالث جار قريب كافر فله حقان: حق الجوار، وحق القرابة. والرابع جار بعيد يعني ليس قريبا وهو كافر، فله حق واحد وهو حق الجوار. فالجار له حقوق على جاره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فعلى الإنسان أن يحسن إلى جاره، أن يحسن إليه إحسانا قوليا وإحسانا فعليا. الإحسان القولي بالكلام الحسن، ومن ذلك أعني من الإحسان القولي أن تنصحه وأن ترشده، فإذا رأيت منه تقصيرا في واجب من الواجبات كالتفريط في صلاة الجماعة أو التفريط في بعض الواجبات فإنك تنصحه، وهذا من إحسانك إليه. ويكون الإحسان أيضا بالفعل، فإذا احتاج منك معونة فإنك تعينه. ومن الإحسان بالفعل أن تطعمه الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فعلى الإنسان أن يحرص على العناية بجيرانه، وأن يتفقدهم، وأن يتخولهم أيضا بالموعظة والنصيحة إذا احتاجوا إلى ذلك. قال: والجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار الجنب هو الجار الذي ليس قريبا لك. والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب قيل هو الصاحب في السفر، وقيل إنه الزوجة، وقيل إنه كل من يلازم الإنسان. وهذا القول أصح، بمعنى أن الصاحب بالجنب يشمل الزوجة ويشمل الصاحب في السفر ويشمل من يصاحبك ويصادقك، فتحسن إلى الصاحب بالجنب، سواء كان صاحبا لك في سفرك فتحسن إليه. ولهذا قيل: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وقال أحد التابعين: سافرت مع ابن عمر رضي الله عنه لأخدمه فكان يخدمني. فالإنسان يحسن إلى صاحبه في السفر. من الإحسان إلى صاحبه في السفر أن يصبر على ما يحصل منه من جفوة أو سوء خلق أو نحو ذلك. من الإحسان أيضا أن يكون مع صاحبه في السفر طليق الوجه،
محسنا إليه بجميع أنواع الإحسان. وكذلك أيضا بالنسبة للزوجة، فالزوجة لها على زوجها حقوق، قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فحق الزوج على زوجته أن يعاشرها بالمعروف، يعني بما جرى به العرف من النفقة والسكنى والمأكل والمشرب وغير ذلك من أنواع العشرة. وكذلك أيضا على الزوجة أن تقوم بحقوق الزوجية من المعاشرة بالمعروف. إذن الصاحب بالجنب هو كل من يكون بجانب الإنسان من صاحبه في السفر، أو من زوجة، أو من صديق، أم من غير ذلك. وعلى الإنسان أن يحرص على العناية باختيار أصدقائه وأصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحرص على اختيار الأصحاب والأصدقاء، لأن الإنسان إذا صاحب أهل الخير وأهل الصلاح استفاد فوائد عظيمة، منها أولا ما يحصل بمجالستهم من العلم والأدب والخلق، فيتعلم من علمهم ويتأدب بآدابهم ويكتسب من أخلاقهم بخلاف رفقاء السوء. ثانيا ما يحصل أيضا له من الأجر والثواب، ولا سيما إذا كان يجالس أهل العلم، ولا سيما إذا كان في بيوت الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فذكر أربعة أمور: نزلت عليهم السكينة، يعني الطمأنينة، لأن القلوب تطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وغشيتهم الرحمة، يعني غطتهم الرحمة، لأن هذه المجالس مجالس رحمة، مجالس تحفها الملائكة. وحفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم إجلالا وتعظيما لهم. وذكرهم الله في من عنده، وقد قال عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ثالثا من فوائد مصاحبة أهل الخير والصلاح أن الإنسان يشرف قدره ومقامه عند الناس بمصاحبتهم، فإنه إذا صاحب أهل الخير قيل إن فلانا يصاحب فلانا، فتكون مصاحبته له تزكية له، تكون تزكية له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعلى الإنسان أن يحرص على مصاحبة أهل الخير والصلاح، وأن يجتنب أهل الشر والفساد. قال الشاعر: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه،
فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال عز وجل: والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل، السبيل بمعنى الطريق، وسمي سبيلا لأن الناس يسلكونه. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، سمي ابن سبيل لملازمته للطريق، كما يقال طير الماء لملازمته للماء. فأمر الله تعالى في هذه الآية، أمر بالإحسان إلى ابن السبيل. وقد جعل الله تعالى ابن السبيل مصرفا من مصارف الزكاة، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيعطى ابن السبيل، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله ومقامه، والناس ليسوا على درجات سواء. وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فالناس لهم مقامات ولهم منازل، فأهل الخير والفضل والصلاح وأهل العلم والإيمان ليسوا كعامة الناس. فما دام أن الله تعالى رفع قدرهم ورفع شأنهم، فإن الواجب علينا أن نعظمهم، لأن تعظيمهم من تعظيم الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا سيما أهل العلم، فإن أهل العلم لهم مقام عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. النبوة أعظم الدرجات وأعظم المقامات. ما هي أعظم درجة بعد النبوة؟ هي تعليم الناس العلم، لأنك إذا علمت الناس العلم أولا ازددت علما، لأن العلم يزيد ببذله وعطائه، كما قال الشاعر: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن تقوى الله أن تبث هذا العلم وتنشره بين الناس. وثانيا أنك إذا علمت شخصا مسألة من المسائل فلك أجره وأجر من عمل بذلك إلى يوم القيامة. فلو أنك علمت شخصا صفة الصلاة، كان لا يعرف صفة الصلاة، فبينت له صفة الصلاة، فكل صلاة يصليها من فرض أو نفل لك مثل أجره، لأنك دلته على الخير. فالدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير أمرها عظيم أيها الإخوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأضرب مثالا يتضح به المقام: لو أن شخصا جاء إلى رجل غني من كبار التجار وقال له: إن هذا الموضع أو إن هذا الحي يحتاج إلى بناء جامع فيه ليصلي الناس الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وغيرها، فبنى هذا التاجر، بنى مسجدا كلفه نحو من 20 مليون ريال، لك مثل أجره مع أنك لم تبذل فلسا واحدا. ما الدليل على أن لك مثل أجره؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا أيها الإخوة يحثنا ويكون دافعا لنا لأن نحرص على الدعوة إلى الخير والهدى،
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أيضا مما يدل على مقام أهل العلم أن الله تعالى وصفهم بالخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل العلم والمنتسبون للعلم هم صفوة الأمة وهم خيرة المجتمع، فعلينا أن نوقرهم وأن نجلهم، لا لذات أشخاصهم ولكن لما يحملونه من العلم. فأنت حينما تجل هذا العالم أو طالب العلم لا تجله لأنه فلان ابن فلان، ولكن لما يحمله من العلم، فهو قد ورث الأنبياء والمرسلين. قال عز وجل: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، يعني وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم. وهذا شامل لما ملكت الأيمان من الآدميين والبهائم. فمن الآدميين كالمملوكين الأرقاء، وكذلك أيضا إلى البهائم. فإذا كان عندك بهائم فإنك تحسن إليها، ولا يجوز أن تتركها مهملة من غير طعام ولا شراب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل في سقيك للبهائم أجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. إذن نحسن إلى ما ملكت أيماننا من الآدميين ومن البهائم وغير ذلك. ثم قال عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا في هيئته، فخورا في أقواله. فالفخر يكون بالفعال، فمختالا فالخيلة تكون بالفعال والفخر يكون بالمقال. فهو سبحانه لا يحب من كان مختالا، أي يختال في مشيته ويختال في تصرفاته. والخيلة هي العجب، وهي أن يتخيل الإنسان لنفسه منزلة عظيمة فوق الناس. فخورا بلسانه، بحيث أنه يثني على نفسه. فالله عز وجل لا يحب من كان مختالا، معجبا بنفسه، متبخترا في أفعاله. وضد ذلك من كان متواضعا لينا. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، نفى سبحانه وتعالى المحبة عمن هذا وصفه، وهو من كان مختالا فخورا، فدل على ثبوتها لضد ذلك، وأنه سبحانه وتعالى يحب من لم يكن مختالا فخورا، وهو أيضا كذلك. وقد أثبت الله تعالى لنفسه المحبة، وأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة لله على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومحبة الله عز وجل لها متعلقات أربع، فتتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. فمتعلقات محبته سبحانه وتعالى أربع: أولا محبة تتعلق بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله تعالى من بعض. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله،
قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذه الأعمال من أحب الأعمال إلى الله. ثانيا تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالعامل، يعني بالشخص العامل، إما لوصفه وإما لشخصه وعينه. فتتعلق بالعامل لشخصه وعينه، فقد يحب الله عز وجل شخصا بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي تعلقت به محبة الله لشخصه وعينه. وتتعلق محبة الله تعالى أيضا بالشخص لوصفه، كما قال تعالى: والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكل من اتصف بهذا الوصف، أعني التطهر والإحسان، فإن الله تعالى يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكل من اتصف بهذا الوصف فإنه ينال محبة الله عز وجل. ثالثا تتعلق محبة الله تعالى أيضا بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فتعلقت محبته سبحانه وتعالى هنا بالزمان. رابعا تتعلق محبة الله تعالى بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في مكة يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فتبين بهذا أن محبة الله تعالى لها متعلقات أربع: تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل، إما لشخصه وعينه، وإما لوصفه، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. فإذا قال قائل: ما هي أسباب نيل محبة الله تعالى؟ فالجواب أن لنيل محبة الله أسبابا، منها أولا التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، فإن التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة سبب لنيل محبة الله، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا سبب من أسباب نيل محبة الله. من ذلك أيضا من أسباب نيل محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعه والتأسي به سبب لنيل محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته والتأسي به والحرص على سنته من أسباب نيل محبة الله. ونحن مأمورون
أن نتأسى به وأن نقتدي به، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما معنى التأسي به؟ التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل كما فعل لأنه فعل، هذا هو التأسي به. ليس التأسي أن تفعل كما فعل فقط، بل لابد أن تفعل كما فعل وتستحضر حينما تفعل أنك تفعل ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. ولهذا قال أهل العلم التأسي به أن تفعل كما فعل لأنه فعل. من أسباب نيل ما محبة الله عز وجل أيضا التفكر في آياته الكونية والشرعية، لأنها تزيد في إيمان الإنسان وفي يقينه وفي إحسانه الظن بالله تعالى، ولا سيما كتاب الله تعالى، فإننا مأمورون بأن نتدبره وأن نتعقله، لأن الله تعالى أنزله للتدبر والتعقل. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. ولا بد لمن أراد أن يتدبر القرآن أن يفهم معانيه، لأنه لا يمكن أن يتدبر شيئا وهو يجهل المعاني. فلا بد لمن أراد أن يتدبر القرآن وأن يحصل له التأثر بالقرآن أن يفهم معانيه، وذلك بالرجوع إلى التفاسير الموثوقة التي ألفها علماء مرضيون في دينهم وفي عقيدتهم وفي توجههم، لأن التفاسير كثيرة التي صنفها العلماء، لكن منها ما يكون موثوقا ولا سيما من حيث العقيدة، ومنها ما لا يكون موثوقا. فإن الإنسان إذا قرأ هذه التفاسير ولا سيما العامي الذي لا يعرف العقيدة ولا يعرف معاني كلام العلماء ربما ضل من حيث لا يشعر، فعليه أن يختار من التفاسير أوثقها عقيدة وأوثقها توجها وأيسرها أسلوبا وكتابة. فإذا قرأ هذه التفاسير فإنها مما يعينه على فهم كتاب الله تعالى. ومن أحسن كتب التفسير ولا سيما من كتب المتأخرين تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فإنه رحمه الله قد فسر كتاب الله تعالى وفسر كلامه بأيسر أسلوب، حتى إن الإنسان العامي الذي لم يقرأ العلم ولم يعرف العلم إذا قرأه فهمه واستفاد منه. إذن علينا أن نحرص على التدبر، والتدبر لا يكون إلا بعد الفهم، ثم أيضا بعد التدبر نعمل، لأن هذا هو الثمرة. وبهذا أعني بعملنا بعد تدبرنا نحقق أنواع التلاوة التي أمر الله تعالى بها، فإن الله تعالى قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. لا تظن أن معنى إن الذين يتلون كتاب الله أن تقرأه مجرد لفظ فقط، بل التلاوة التي أمر الله تعالى بها ثلاثة أنواع: أن تتلوه لفظا بأن تقرأ القرآن، وفيها ثواب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،
لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثانيا التلاوة، التلاوة المعنوية وهي التدبر والتعقل. وثالثا التلاوة العملية وهي العمل به. هذه الأنواع الثلاثة هي التي درج عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد.